أنس من الدار البيضاء. أنس صباح الدنيا. أهلا وسهلا مرحبا. لبس عليك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وتحية للطاقم وكاع المستمعات. وتحيتنا لك أيضا مرحبا بك معنا. كنت مع شي ساد يمكن أنس. إيوا الحمد لله. اللهم لك الحمد. إلا فقت وما يتلا معنا ما ندير اللهم لك الحمد. ربي يخليك. عندي واحد الطرطة بالمشمش. طرطة بالمشمش. كنحتاجو فيها واحد العلبة ديال المشمش معلب. علبة مشمش معلب 150 غرام ديال السكر ثقيل 150 غرام سكر ثقيل 3 البيضات 3 بيضات 120 غرام ديال الزبدة 120 غرام زبدة واحد 50 مليلتر ديال القشدة الطرية 50 مليلتر قشدة طرية 100 غرام ديال الدقيق فورس 100 غرام دقيق فورس نص خمارة ديال الحلوة واحد ساشي ديال الفاني وساشي فاني مزيان تحتاجو شوية ديال اللوز رقائق اللوز زين رقائق اللوز ليزامون دي فيل بالطريقة كنسخنو الفرن المطبقة على 180 درجة وكنشدو البيض كنطربوه مزيان مع السكر كلاصي نطربوه تولي كريم بحال كريمة بيضاء هكا ندير ليه الزبدة مذوبة وديك الكريمة القشدة طرية ونزيدو نخلو حنا كنخلطو من بعد نزيدو الدقيق والخمارة والفاني الزبدة مذوبة وقلنا القشدة طرية ومن بعد نزيدو النواشف النواشف نخلطو مزيان ودخل مزيان بعد نشدو داك القالب ديال لاطارت يكون مزعون بالزبده والدقيق بيان سيغ ندخل فيه النص ديال الخليط ومن بعد نحطو فيه داك الانصاف ديال المشمش بحيث ديك البصل هي من بومبي تكون هي المحطوطه نحطو على البصل هي من بومبي صافي ومن بعد ممكن نغطيو بالشي اللي بقى ديال الخليط وندزرو عليه نزوقو بليزامون دي فيلي وندخل الفرن واحد 35 حتى 40 دقيقه ومني تبرد الانتخت وتقدم بالصحة والراحة الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك كتجي خفيفة بزاف الله يبارك فيك الله يخليك شكرا لك لأنس وصباحك مبروك أيضا